السلام عليكم ومبروك عواشركم بصحة والسلامة ورمضان كريم بصحة والسلامة. الله يدخلوا علينا وعليكم بالخير وبالرزق والبركة والتيسير يا ربي امين. نتمنى من الله تكونوا في امان الله وفي حفظه، ويكون هذا الشهر زيادة في الرزق وفي البركة، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يبعد علينا الوباء وهذا البلاء في هذا الشهر الفضيل، شهر البركة والخير والخيرات. كنشكركم على الوفاء ديالكم، كنشكركم على المتابعة ديالكم وعلى التوجيهات. تحية للمغاربة في داخل وخارج الوطن، تحية للمغاربة في أرض المهجر. كنقول لكم مبروك عواشركم بالصحة والسلامة، مبروك رمضان، الله يدخل علينا وعليكم بالفضل وبالرزق وبالتيسير يا ربي أمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.